في رد على استخدام البابا فرانسيس كلمة إبادة لوصف المجازر التي راح ضحيتها مئات آلاف الأرمن في عهد السلطنة العثمانية إبان الحرب العالمية الأولى، انتقدت الخارجية التركية كلام البابا وقالت أنه لا يمت للوقائع القانونية والتاريخية بصلة، واعتبرت أنه لا ينبغي للسلطات الدينية أن تكون جهة للتحريض على الحقد والكراهية. أما ردود فعل الشارع التركي فكانت مختلطة، وتقول مواطنة تركية: في نهاية الأمر موضوع الإبادة هو جرح في تركيا، وكلما ذكرت الكلمة إلا ويحدث شيء، الناس يترددون في الحديث عن ذلك، لا تستطيع أن تقول أنها جدت فعلا ولا تستطيع أن تقول عكس ذلك، هي برأيي وقعت، وعندما تتمعن في التاريخ تجد إثباتات لذلك. ويقول مواطن تركي: بصراحة لا أؤيد استعمال كلمة إبادة، لأن الإبادة ادعاء خطير، تركيا ترفض فكرة الإبادة، هذا واقع، أنا أرفضها أيضا، واستعمالها على لسان البابا خطأ برأيي. وكان البابا فرانسيس استند إلى وثيقة تعود لسنة 2000 وقعها البابا يوحنا بولس الثاني وباتريارك الأرمن ليلفظ كلمة إبادة في حفل قداس رسمي في كاتدرائية القديس بطرس في روما.